Dans le cadre de la Journée internationale de la presse, nous avons eu l'honneur d'accueillir dans l'enceinte de notre lycée, Pierre Mendès France, le journaliste Habib Jram. Je vous laisse visionner cet extrait vidéo qui revient sur les moments forts de la rencontre. مرحبا بالجميع واهلا وسهلا بكم. وما هذا الا غيظ من فيض، فنتوجه اذا بشكرنا وامتناننا الى السيد حبيب والى كافه الاطار التربوي والاداري لهذه الفرصه الثمينه واللقاء المفيد الذي سيحفر بدون شك في اذهاننا. والآن نهدي لك من طرف معهد بيير مونديس فرانس بتلاميذه وإطاره التربوي والإداري شريطا قصيرا أنجزناه ليعطينا نبذة عن مسيرتك الاستثنائية. ولد الحبيب جرام في 10 جانفي في 1957 بحمام سوسة. تلقى تعليمه الابتدائي بحمام سوسة والثانوي بسوسة. في 1978 التحق بكلية الآداب في شارع 9 أفريل بتونس شعبة اللغة والآداب العربية. بدأ الإنتاج والتقديم والتنشيط الإذاعي بإذاعة المنستير سنة 1981. قدم في إذاعة المنستير برامج ومنوعات وتحقيقات متنوعة مثل ألوان الخميس، بشائر الصباح، همزة وصل، فسيفساء ثقافية، فجر حتى مطلع الفجر، قوس قزح. تحول إلى الإذاعة الوطنية في 1991 وفيها أثرى مسيرته برامج ومنوعات مختلفة مثل دورو بالشمس، أصداء الليل، موعد الظهيرة، يوم سعيد، ثلاثة على الهواء، أيام لا تنسى وغيرها. إنتاج التلفزة الوطنية التونسية أنتج من خلالها برامج وحوارات مع شخصيات أدبية وفنية من التونسيين والعرب، فشارك في تربصات مهنية تعنى أساساً بمجال العمل الإذاعي والتلفزي في تونس وفي بعض البلدان العربية. مارس أنشطة تربوية وكشفية وثقافية في دور الثقافة والشباب، واشترك في أعمال مسرحية ضمن فرقة الشباب بحمام سوسة وفرقة الاتحاد المسرحي بسوسة، وقام بتحقيقات وريبورتاجات ميدانية وبرامج مباشرة من مدن وعواصم عربية وأجنبية مثل القاهرة ودمشق وبيروت والقدس ومكة وطرابلس وليبيا وغيرها. فأحب الصحافة وكتب القصة والنقد المسرحية والمقالة في بعض الصحف التونسية وفي مجلة الإذاعة. ومن بعض الأدباء العرب الذي حادثهم الحبيب جرام: نجيب محفوظ، حنا مينا، سهيل إدريس، جمال الغيطاني، نوال السعداوي، فدوى توقان وغيرهم. ومن الفنانين العرب: حسين فهمي، عبد الله غيث، سميحة أيوب، منى واصف، مرسال خليفة، ويوسف شاهين. ومن فلسطين كان قد تحدث في نقاشات عديدة ومقابلات عديدة مع محمود درويش، سميح القاسم، عز الدين المناصرة. فعمل ضمن فريق برنامج بلا مجاملة بقناة حنبال لأربع مواسم، ويقدم حاليا في الإذاعة الوطنية منوعة تسمى أيام لا تنسى كل خميس من 9 مساء إلى منتصف الليل. شكرا. On a aussi eu l'opportunité de lui poser plusieurs questions et en voici un extrait. نجلب أكبر عدد ممكن من المستمعين. كل إذاعة عندها خطها التحريري، ولكن الغالب في المؤسسة العمومية يعني الإذاعة التونسية باعتبارها إذاعة رسمية. حبيت أقدم لك هذه هدايا صغيرة من معهد الأمية. Et pour finir la rencontre en beauté, on a pris une très belle photo avec M. Habib Jram afin d'immortaliser ce moment unique. Cette rencontre a été organisée par les élèves de la BFI, encadrée par Mme Berhoum et M. Othmani. Merci.